تضرب المقاومة بقوة فتتهاوى معاقل الميليشيا. ضربات استباقية أنجزها الأفراد هنا في حي المداور في منطقة ثعبات أسفرت عن تحرير عدد من المباني كان يتمركز فيها قناصة تابعين لقوات الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي، أبرزها منزل الأمين العام السابق للمحافظة الموالي للجماعة الإنقلابية. تم بفضل الله سبحانه وتعالى دحر الحوافيش والمتحوثين من منطقة هامة في منطقة المداور بمساندة من الجيش الوطني وجميع الفصائل المتواجدة في الجبهة الشرقية. هذا المكان أو بيت الأمين العام المسمى كان يمثل لنا عرقلة كبيرة يقنص منها الشباب، تقنص منها المدنيين. ومع كل جولة جديدة تحصد فيها المقاومة والجيش موقعا مهما من قبضة الميليشيا، تحاول الميليشيا تعويض خسارتها بقصف الأحياء السكنية، خصوصا في هذه الجبهة الشرقية التي تحولت إلى ما يشبه الجحيم للجماعة الإنقلابية، فتحاول تسجيل حضورها بقصف المدنيين. أحمد مبارك طفل لم يتجاوز 14 من عمره سقط شهيدا هنا إثر قذيفة أطلقتها مدافع الميليشيا المتمركزة في تبة الجعشة. حدث انه الابن كان داخل الجامع في حلقه قاعد تطلق لفق الجامع وراجع من فق الجامع العرض على طول يعني. قد لا يكون احمد الاخير في قائمه الشهداء، كما انه ليس الاول في حلقات الضحايا الابرياء من المدنيين، اذ تبدو في ارتفاع مستمر لطالما وهذه المدينه اوقفت شهيه الجماعه الانقلابيه بالسلطه والحكم. هذا هو حي ثعبات، لا يهدأ من هدير المدافع ولعلعات الرصاص، لكنه في خاتمة المطاف يرفض كغيره من أحياء المدينة أن يسلم للميليشيا مهما امتدت الحرب. فالرسالة الماثلة على ما يبدو هنا: ننتصر أو نموت. حمزة أمين، قناة بلقيس، من منطقة ثعبات في مدينة تعز.